عندكم ريفريجاتور ميد ان الجيريا، ان تيليفيزور ميد ان الجيريا، اون ماشين لافي ميد ان الجيريا. وهذا ما جاء من امثله. هذا هو التطور، هذا هو النمو، هذا هو الاقتصاد اللي يمتص البطاله ويمتص. أستاذ، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. كنتمنى باش تكونوا بخير. شكرا لكم على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناه المتواضعه. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو نشوفوا اول فيديو. كنتمنى منكم باش تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه وجميع العرب في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. في حروب وما عندهمش حديقه كما الحديقه تاعنا هنا تاع سيدي عقبه. هذه زباب والسخات، طوالات مفرميه. اخزر لنا الوالي شويه الرحمه، هذه جات في وسط البلاد. الوالي ولادنا ما لقيناش وندوهم يلعبوا، اخدموا لنا شويه، ديروا لنا حاجه، ديروا لنا نتنفسوا. رانا تعبنا بعد، حتى في المنظر رانا ما عدناش نشوفوا مليح بعد. تحركوا طوالات، زباله طوالات. كانش في وسط البلاد هذه. عين عندنا 30 سنه. يا عين، عين انفعوا بها الشعب برك. عندها في 30 سنه هي حارسها برك. اخدموها وديروها للناس، هاي الناس في ازمه تاع ماء برك. والسلام عليكم. انها الجزائر الجديده، علاش غادي يصوبوا لك هاد الجرده؟ وعمي تبون قال لك اسيدي راه غادي يصوب لكم التلالج وغادي يصوب لكم الماكينات نتاع الصابون. اجو نسمعوا عمي تبون شنو قال. نهايه 24 عندكم ريفريجاتور ميد ان الجيريا، ان تيليفيزور ميد ان الجيريا، اون ماشين لافي ميد ان الجيريا. وهذا ما جاء من امثله. هذا هو التطور، هذا هو النمو، هذا هو الاقتصاد اللي يمتص البطاله ويمتص خريجي الجامعات. إذن هذا هو التحول النوعي نتاعنا. رانا نبنيو في اقتصاد شفاف، اقتصاد ما فيهش الجزائر وصلت للعالمية. عمي تبون دابا كيفرش الانتخابات الجاية وكيقول لهم بتطور هو هذا، خاصنا نصوبوا الماكينة تاع الصابون ونصوبوا الثلاجات. أجيو نشوفوا فيديو آخر. تساءل عن الإمارات، تساءل يعني أسئلت أسئلة يعني متتالية. الإمارات مع الأسف بلد صغير بعيد جغرافيا من شمال غرب إفريقيا، وبلد صغير كان يجب أن يكون حساسا لأي اعتداء على بلد صغير، لأنه ربما يتعرض في يوم من الأيام لنفس الشيء. الإمارات احنا نتوقع منهم يعني التضامن، نتمنى منهم ونأمل فيهم الابتعاد عن مناصرة الظالم والوقوف مع المظلوم، مناصرة الحق ومناهضة الباطل، مناصرة شعب صغير مثل شعب. هذا أملنا، لكن الأحداث أظهرت نقيض ذلك. وهذا ليس بجديد، أنه الإخوان يراجعوا شوية الذاكرة، يردوا الذاكرة إلى الوراء ويراجعوا المسيرة المغربية نحو الأراضي الصحراوية والأعلام التي كانت مرفوعة في تلك المسيرة لمناهضة الظلم والاجتياح الظالم وظلم شعب. ذنبه الوحيد أنه أراد أن يعيش حرا سيدا على أرضه. لأن طائرات
وغيرهم والمال السخي. الكبرانات ما قدروش يواجهوا الامارات وهما يقدموا بالبطوش، وقال لك بان دوله الامارات دوله صغيره وحسن ما الدوله ديال الجزائر اللي عندها البترول والغاز وما وصلت حتى لشي نتيجه. نتحدى الاخوان المغاربه ان يتجرأوا على الفيفا ويرسموا الخريطه الفوهميه. كان يتجرأ على الفيفا لو كانوا يديروا الخريطه هذيك في الصوره الترويجيه تاعهم كاس العالم. علاش داروا الخريطه العاديه تاعهم في كأس العالم 2030؟ علاش؟ لأنه الأمر تابع للفيفا. تلك هي الخريطة المعترف بها والقوانين يعني. واضحة. شوف اليوم اللعب باين، كاين إنسان راهو حاكم في لاكاف، هذا لا. الإنسان لازم يسقط، الاتحادية كاع الإفريقية لازم يسقطوه لأنه عامل فساد في الكاف. هل تعتقدون بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيتجرأ ويضع الخريطة الوهمية على قمصان المنتخب النسوي عندما يأتي الجزائر؟ من يدخل؟ من يدخل قمصان؟ لا، هل سيتجرأ على الفيفا؟ الكاف نعلم جيدا بأنها مزرعة يرتع فيها كما يشاء. ما يقدرش مع الفيفا. هل سيتجرأ؟ يعني من هي الكاف حتى تعطي لنفسها الحق برسم الحدود السياسية بين البلدان؟ أنا هذا هو السؤال الذي يحيرني. من هي الكاف؟ صحيح أنها هيئة مستقلة عن الاتحاد الإفريقي، ولكنها تسمي نفسها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الكاف يجب أن تبقى على مسافة واحدة من كل الدول، ولا يجب أبدا أن تورط نفسها أو تضع نفسها في موقع يسمح. الكراغلة هبلاتهم الخريطة نتاع المملكة المغربية الشريفة، قال لك كنتحداو المغاربة باش يوضعوا الخريطة على القميص نتاع المنتخب المغربي. كراغلة مساكن ما غاديش يبقى يجيو من الناس. داود عمروش على الحملة التي يتعرض إليها فريق اتحاد الجزائر من طرف الفريق المغربي الذي يسيره عدو الجزائر فوزي قجة. داروا لنا وشنو على الدولة الجزائرية والرجال تاعها، كاين الحلول كاينين، عطينا بعض الحلول. كاين حكيت أنا مع الوزير السابق سيد برناوي، قال احنا طلبنا من الساحة الغربية باش يديروا أربع اتحادات ويديروا اللجنة الأولمبية تاعها، وهكذا باش تولي إن شاء الله باش تولي هي ثاني تشارك في المنافسات الدوليه وتمثل البلاد تاعها يعني بكل ارتياحيه. ولكن على بالنا بلي كاين الناس في الجزائر كانوا يخدموا، نحبونا نكرهوا كانوا يخدموا ضد هذا المشروع. لابروف للان مازال ما داروا ولا اتحاديه، عندهم الاتحاديه تبعك تاع كره القدم، الرياضه عندهم وزاره. وشنو لازم نعاونوهم ونشكر الرياضيين النخبه اللي درت انا درت نداء، جاوني الرياضيين ما شاء الله النخبه رياضيين مستوى عالي، قاع حبوا يمشوا معنا في البروجي، راح نديروا فرق وطنيه تاع الساحه الغربيه ونعاونوهم. رانا هنايا ونتكلوا على الله. بخصوص اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه هذا يعني هذه شغل سميسكا اتحاد العاصمه خرج كبير، هو واحد الشعب الجزائري وحدنا كاع تروجي قضيه بيان سور مشينا الشعب والدوله كاع كيف ما وقفنا كاع مع اتحاد العاصمه. ونشكرهم، نعاود نزيد نشكرهم، يعطيكم الصحه يا اهل المخزن يا القجع، لوحد الشعب الجزائري وجعل جاب لي ربي بنصر الدين ان شاء الله. القانونيه سي نصر الدين بغدادي، سنتحدث معكم من الناحيه القانونيه. القضيه الان اصبحت في طاس السويسريه، الجميع يتساءل ان كانت القضيه لصالح اتحاد الجزائر، حسب رايك هل سيتم تطبيق القرار ام ماذا؟ من ناحية الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الكاف بينوا ليتهم وزادوا عطاو خسارة على البساط الاتحاد العاصمة أنا المقبلة العودة. اليوم أو نيفو دو طاس دو لوزان، شكون وشنو لو طاس دو لوزان؟ لو طاس دو لوزان هي هيئة تاع العدالة الرياضية اللي عندها موافقة بين لا شارت بين السيو والفيفا. الفيفا معناها تنتمي إلى السيو، والسيو كاين سكون أبيل هذا لو طاس لو تريبينال أربيترال دو لوزان. لو طاس هادويا سي دي جوج انديبوندون، هذا انديبوندون. كاين عده غرف، الملف قبلوه، هذا باش نقول لك الملف قبلوه الى ايتي ابروفي دون لو فون اي دون لا فورم. دونك مينون او نيفو دي شامبر مينون يل دوموند الملف من طرف الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وي دوموند لو ملف من طرف الفريق المغربي فريق بركان. وهنايا هما يسون انديبوندون، معنا نروحوا من ناحيه القانونيه لو فامو ارتيكل 4 الينيا 5 اللي سامبل. القانون واضح، هناك شعار سياسي. هما يقولوا بركان يقول لك احنا هذا القميص رانا نلعبوه فيه به منذ زمن طويل. اليوم كان حاجه، اليوم نشوف الانديه الجزائريه ما هو الدور المدير الرياضي وهو الدور تاع الكورديناتور، وخاصه الفريق المحترفه الفريق الاولى. قصدك عند الشركات الرياضيه؟ الشركات الرياضيه نعم، شركات لي اساس بيها كاش اساس بيها تو تي تعرفوها. انا نشوف الكورديناتور ونشوف لو ديريكتور، ما كان حتى تنسيق مع المدرب، ما كان حتى تنسيق كذا، كاين حتى هو اللي كورديناتور ما يعرفش الرول تاعو وشنو لو كورديناتور. واليوم نعاود انا جو ريبون لداود، نقول له على القجع، نقول له العدو الجزائري هو الجزائري. اليوم هنا في البلاطو تاعكم قلت لكم، كلمتوا لي على ماتسامبي، قلتوا لي حبيب الجزائر، قلت لكم واش ماتسامبي سي لا فيونسي تاع الجيري، قلت لهم ماتسامبي تعرف شنو سي تان بارتنير دو الجيري. اي صارت لا ماتسامبي كاين في سبب اقصاء جهيد بزاف.
القجع من رد الجزائر والاعلام تاع الجزائر صراحه ما كاينش شي قناه اللي ما كتهضرش على فوز القجع هاد السيمانه، كلشي ولاو كيهضروا عليه هنا باش كتعرف بان فوز القجع مردهم في الحياز ديالهم. اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى باش يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف، سمحونا لكم نطول عليكم. الناس اللي باقا ما اشتركوش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام عليكم.